السلام عليكم ورحمة الله. خبر عاجل صادم، العالم لم يتوقع هذا أبدا، وخصوصا من جيرفونتا ديفيس. وقبل أن ندخل في التفاصيل، أتمنى منكم أن تدعموا هذا المقطع بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. في البداية، جيرفونتا ديفيس هو ملاكم عالمي ومن بين أعظم الملاكمين في العالم، ومروجه للنزالات هو فلويد مايويذر، ولديهم علاقة جيدة جدا. لكن فلويد مؤخرا دعم إسرائيل، لكن وعلى عكس كل التوقعات، اليوم جيرفونتا ديفيس يعتنق الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أنا تسفى that Muhammad is the messenger of Allah. صراحة أنا كنت أشتغل على مقطع لديمتري بيفور وويلدر، لكن عندما أتاني هذا التعليق من عادل عادل، قلت هل هذا يمزح معي أم يسخر مني؟ لكن بعد أن قمت بالبحث وجدت بأن هذا الخبر صحيح، وصراحة اقشعر علي بدني. وأشكر عادل عادل على هذا الخبر الرائع الذي كتبه في التعليقات. وبإسلام ملاكم مثل جيرفونتا ديفيس، فطبعا سوف يتبعه الكثير من محبينه إلى هذا الدين العظيم. وهنالك بعض الأشخاص يقولون في التعليقات: أنت دائما تدخل الإسلام، وها هو جيرفونتا ديفيس الغير المسلم سوف يسحق ديفن هيني المسلم. والكثير من التعليق السلبية المتصهينة، وخاصة من بعض العرب. فها هو الآن جيرفونتا ديفيس يعلن إسلامه. هل من حق الآن أن أقول المسلم جيرفونتا ديفيس يسحق ريان غارسيا أو أي مقاتل آخر؟ أم ليس من حقي؟ صراحة يا شباب، هذا الخبر مفاجئ وصادم ورهيب جدا، وأعلم بأن الكثيرون سوف يفرحون لإسلام جيرفونتا ديفيس، وعقبة لبعض العرب لكي يسلموا. المهم، هذا ما عندي في هذا المقطع. ومن لا يعرف جيرفونتا ديفيس، أكمل المقطع وتعرف على هذا الملاكم الرهيب. الأمريكي جيرفونتا ديفيس من مواليد 1994، نشأ في الديار الأمريكية، خاض نزالات عديدة في سن صغيرة. لقبه التانك، وتعني الدبابة أو المدرعة. وأول نزالاته في عالم الملاكمة الاحترافية أسقط كل خصومه بالضربات القاضية. وهنا أدرك العالم لما لقب بالتانك. هذه الحركة نشاهدها فقط في عالم الأنمي، لكن جيرفونتا ديفيس فاق عالم الأنمي بمراحل. وفي سنة 2017 تواجه مع البطل الحامل لحزام الاي بي اف لوزن الريشة جوزي بيدرازا. بداية النزال كانت قوية، البطل بيدرازا بدأ يضغط على ديفيس، لكن الأخير تمكن من لمس وجه بيدرازا بلكماته العلوية. وفي الجولة الثالثة تلقى ديفيس لكمات قوية على وجهه، لكنه لم يتأثر أبدا. وفي الجولة الرابعة بدأ جيرفونتا ديفيس يضغط على خصمه، لنسمع بعدها أصوات غريبة من جانب البطل بيدرازا. أظن بأنها لعنة الديكة. جيرفونتا اكتفى من هذا الصوت وبدأ يضغط أكثر على خصمه. وفي الجولة السابعة تمكن ديفيس من سحق خصمه بالضربة القاضية.
من بعد هذا النزال الناري توجت ديفيس لأول مرة في مسيرته بحزام الاي بي اف لوزن الريشة، وبعدها دافع على حزامه ضد البطل ليام الحامل لحزام دبليو بي او وأنهاه بالضربة القاضية. وفي سنة 2018 تواجه مع البطل السابق الحامل لحزام WBO و WBA. كان النزال قوي، لكن الدبابة ديفيس إن فكر في الهجوم فلا يمكنك إيقافه حتى لو كنت في وضعية الدفاع. وفي سنة 2019 دافع على حزامه WBE ضد البطل السابق الحامل لحزام WBE و WBC سابقا. بدأ النزال بضغط جيرفونتا ديفيس، والجمهور عندما لاحظوا بأن خصم ديفيس يتهرب منه بدأوا يطالبون الدبابة ديفيس بإنهاء النزال بالضربة القاضية ليلبي الدبابة ديفيس رغبتهم. وفي نفس السنة تواجه مع بطل الوزن الخفيف سوليدانو الحامل لحزام WBC و WBO. النزال كان صعب جدا ضد هذا البطل، لكن قبل نهاية الجولة الثامنة تمكنت ديفيس من توجيه خطافية قوية أسقطت خصمه أرضا. استمر النزال لينهيه ديفيس في الجولة الثانية عشر بلكمة علوية قوية أسقطت خصمه بدون حركة. وفي سنة 2020 تواجه مع البطل الأسطوري ليو سانتا كروز الحامل لحزام الاي بي اف ودبليو بي سي ودبليو بي اي. بدأت الحرب من اول جولة ولم تتوقف اللكمات حتى دق الجرس. وفي الجولة الثانية بدأ سانتا كروز يضغط على ديفيس، لكن ديفيس سرعان ما يتأقلم مع خصومه، وإن تأقلم ديفيس فإنه يسيطر تماما على مجريات النزال.